الصفاره اللي حضرتكم سامعينها عاليه قوي دي احتمال، لانه المفروض ان انا هبدا دلوقتي تجربه محاكاه او سيميوليشن زي ما بيقولوا، ان انا اسوق عربيه مدرعه من المعروضين اللي احنا شفناهم اللي هي الاس تي 100. ده لانه دي معده غاليه جدا، لما بتيجي تدرب عليها اللي هيستخدمها او بتتعامل مع دوله تانية هتستوردها بيبقى في جزء من التدريب على السيميوليتر. انا هقفل الباب دلوقتي، حضراتكم هتبقوا شايفيني من كاميرا، من كاميرات ام بي سي مصر ومن كاميرا المونيتور الشركه بتتابع فيها كل تصرفاتي كقائد للمركبه من جو. اشوفكم بقى كمان شويه، والمفروض انه ده بيتعمل له كنوع من التقييم الاول للمستخدم. على الله ننجح، هنشوف دلوقتي عن اذنكم. طيب اوكي، شال اي ستارت؟ بنعمل الان كده، العربيه دارت تمام. نحط المايك هنا، دي صعبه جدا. المفروض انه ده المشهد بتاعي صح؟ يعني ده المفروض الترين او نوعيه الارض اللي انا ماشي فيها. انا كده ماشي كويس، بس انا مش شايف مرايات. اه في مرايات اهي. انا اسف، انا مش عارف اسامي ايه. السرعه، انا كده ماشي على 11 كيلو. اه ودي مرايات اهي. تمام كويس. انا جبت اساسا. الواحد يقدر يتهور ولا ما يقدرش يتهور؟ المفروض نزود بقى شويه علشان احنا طالعين مطلع ولا ايه؟ 30 كيلو والمرايات تمام. تمام انا مش عارف. المفروض ان حضراتكم شايفيني دلوقتي على المونيتور اللي بره، مجرد السيميوليشن فيها او مجرد نظام المحاكاه ده صعب. اولا انا ماشي لوحدي، ثانيا انا مش في بيئه معاديه زي ما بيقولوا، يعني انا مش هدف، ما بستخدمش طبعا اي حاجه من القدرات العاليه للعربيه كعربيه يعني مدرعه او عربيه مسلحه ممكن تبقى ناقله جنود صح. انا اول مره مر بالتجربه دي في الحقيقه، بس ده مهم علشان احنا بنبقى نوري حضراتكم ايه اللي احنا بنتكلم عنه على طول. طب انا ما كنتش عارف يا جماعه، انتوا كده خمتوني على فكره. انا دلوقتي stop the vehicle and turn off the engine. You have failed to follow the other vehicle. وانا كنت المفروض امشي مع vehicle تانية، كان المفروض ان انا اتابع عربيه تانية، بس انا ما خدتش بالي ان انا المفروض اتابع عربيه تانية. بس صوته كويس والله. طيب خلاص، غيرها في غيرها. المهم انه زي ما كنت بقول لحضراتكم، اذا كنتوا شايفيني دلوقتي اهو ان العربيه سكتت تمام صح كده. يا خبر ابيض، امال لو سايقه بجد. طيب مش عارف اذا كنتوا يعني ايه، كنتوا بتتابعوا اللي حصل جوه كويس ولا لا، بوضوح ولا لا، بس انا فشلت في السواقه. فشلت لانه كان المفروض ان انا ابقى ماشي متتبع لعربيه ثانيه وما عرفتش ان انا كنت المفروض اتتبع عربيه تانية. المهم انه احنا حاولنا نوري حضراتكم انه بعيدا عن التغطيه المعتاده لهذه المعارض، ده معرض بيتم لاول مره في مصر، وبالتالي حاولنا ان احنا نقدم تغطيه مختلفه عنه. حاولنا ان احنا نقدم لحضراتكم بعض التفاصيل اللي ممكن ما تشوفوهاش الا اذا كنتم موجودين، وده في نهايه الامر معرض للمتخصصين. كنا قاعدين مع المسؤولين وكنا قاعدين مع القائمين على الأجنحة الرئيسية بالنسبة للجناح المصري في المعرض اللي هي جات التسليحية الكبيرة في مصر، وإزاي إنه ده بيتم استخدامه، المعرض ده بيتم استخدامه علشان يبقى فيه حوار أكتر بكثافة أعلى مع بطريقتنا كده زبائن محتملين، مع ناس بتدور على منتج بخصائص معينة بمقابل مالي معين متشابه مع الحالة المصرية، متشابه مع القدرات المصرية، وبالتالي تقدر تقدم لهم السلعة دي أو المنتج ده بشكل منافس.
ده غير انها بتقدمه طبعا للجهه الاصليه وهي القوات المسلحه.